دير الزور، استهداف منازل الآمنين في حي الأرضي بصاروخ أرض أرض. عدة بيوت. حيث تم استهداف حي الأرضي بصاروخ أرض أرض، مما أدى إلى تدمير حي بأكمله. حسرة العالم على ممتلكاتهم. انظروا إلى منزل البسطاء في هذا الحي المنكوب. دير الزور، مكتب النخبة الإعلامي، 13/11/2012. يقوم الأهالي بتفقد ممتلكاتهم التي استهدفها هذا النظام. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة.